يا ابن الانسان فك ماي لايف ضربنك انسان فك ماي لايف يلا بتنجبني بقول لك يا زميلي انا بندبك دلوقتي في روم يا نهار ابيض اللي يكسب جيت لقدرك يا ابني اللي يكسب يجيب لي التاني زازيب بيبس او كان زايد يا باشا خلصانه يا باشا اجيب لك كنز انا دلوقتي يا جدعان انا المفروض جبت المحاكي فاندب اخويا دلوقتي في روم وكسبان على ازاز الكنز قشطه يا لهوي انت جيت لقدرك يابا انا كنت هتشوف انا قلت هندبك في روم كده معاك البوردوزر انت بتعلم مالك المستمتع تيم ماتش ليتس جو يا اسطى من غير زحلقه من غير زحلقه يا عم خنزير يا جدعان من غير زحلقه يا خنزير من غير زحلقه تعال قفشتك تعال اضطر يابا اضطر تعال يا ايه يا اسطى القلام دي ماشي ماشي يا خنزير يا عم انت فين طب ادي طلقه مش طلقه فيا طب تعالى بقى كده كده بتتحداني في السلايد بقى انا اسمي مؤمن مساح على فكره ايه ده في ايه في ايه القلام دي يا اسطى القلام ده قلام مش كويس العب على الشمال العب على الشمال بس بس العب مكان واحد بقى العب مكان واحد عشان هتتعجر هتتعجر يا عم الزحلقه يا ابني بطل الزحلقه يا خنزير بيضحك ازاي خنزير يا عم ني يا عم الكلام ده كلام يا اسطى لا يا اسطى لا يا جدعان اللعب ده خنزير وربنا عايزين من واحد فيكتور طب تعال حط ام لقلب لك فيكتور لا ليه تمام يلا والله انا بعزلها والله انا يا ابن وربي بقول لك ايه انت لو لعبت لي اقسم بالله من غير زحلقه هعجرك بص بالزحلقه تعال انت عارف لو جيت هنا تاني يا ابن الجيش انت في ايه لا بقول لك العب من غير زحلقه عايز اقفلها من غير زحلقه عشان اطلب تعالى تعالى يا ابن الزنج يا ابني بقى يا ابني الانسان فك ماي لايف ضربنك انسان فك ماي لايف يلا ما تطلعش ايه ايه ترجع ولا ايه السلاحين خلصوا قلنا ما فيش زحلقة يا ابني يا عمي عامل ايه
انا من عمرك ما هتوصل لي يوم لاب الجهاز يا ابني. ما الطلق تعالى بقى كده تعالى صف 7 15 صح. تعالى 8 15 تعالى بس تعالى اقول لك تعالى شوت تايم تعالى تعالى ما تخافش. تمام والله كنت عارف ان انا هموت. كنت متاكد كنت متاكد كنت متاكد مع اني كنت شاكك. ارجع مأمون ارجع ارجع مأمون ارجع بقى ما تهزرش بقى كتير. شفتني تعالى 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 يا ابني من غير زحلقة يا ابني. كفيت يا ابني خدتني انت انت اللي خدتني انت اللي خدتني من السحالف المنشأ. تعال 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 بتطلع على البتاع ده يا جرأة. هيجيله كده هيجيلي كده. طب بش بقى يعني انت كذبان بش والله حمار. انا انا حمار انا انا عالم ما هيتا دي غلط. يلا والنبي لا والنبي ما بش ماشي. Red team victory. يا لا احكم يا زميلي. بصوا يا جدعان التحدي كتاتي. ايه بقى التحدي؟ حد يخمن التحدي ايه؟ ما حدش عارف يجيبه. صعب جدا. بص انا هعمل حركه جامده قوي بقى. تعالى بقى بص يا جدعان التحدي اهو كله يخمن التحدي تحت في التعليقات. اه عينك بايظه خالص. بص يا جدعان يلا جهز جاهزين جاهزين. بصوا ده مشروب يعني مشروب حلو هيعجبك. جميل اكتر مشروب انا بحب اشربه. هو ده اللي انت كنت شايفه حاطه في الثلاجه؟ اه هو ده اللي كنت بتلعبنا عليه. وريه كده مش ده اللي كان بيلعبنا عليه ده صح اهو. طب اعمل لي كده اهو. طعمه حلو قوي. انت داخل معايا ليه؟ بس طعمه حلو. انا زعلان. لا لا انا زعلان زعلان خالص بجد. انا عايزك بقى تيجي في تحديات كتير بقى. ولا ولا ولا